شفتوا ان الاجواء اللي كيمر فيها المؤتمر اجواء اخويه عائليه، وحنا معتزين بهذا الوجود المكثف ديال جميع المؤتمرين اللي يتحملوا العباء ديال السفر، كلهم حاضرين هنا باش يشاركوا هذه الوقفه التاريخيه والديمقراطيه ديال الحزب ديالنا. كتلاحظوا كذلك ان القرارات والتوصيات اللي كانت كلها تخذت اجماع الحاضرين، وكنتمنوا ان ما تبقى من هذا المؤتمر يدوز في نفس الجو، وحنا متفائلين بالنسبه للنجاح ديال هذا المؤتمر السادس ديال الاتحاد الدولي. شعارنا في هذا المؤتمر في جوج ديال النقاط الاساسيه ومهمه. النقطه الاولى وهي التجديد، تجديد الاطر، تجديد فتح الابواب للناس الجدد وطاقات جديده لتلتحق بالحزب وكفاءات. ثم استمراريه، يعني اننا النهج ديالنا هو دائما نفسه، وفاء الناس اللي اسسوا هذا الحزب واللي بناوه، اللي هو الليبراليه الاجتماعيه. كاين اربعه ترشيحات لهذ الساعه، كاين عبدو ربي جودار، كاين سي عبيابه، كاين بالعسال، وكاين السعيدي السعيدي. هاد الافتتاح ديال اليوم سوف تناقش فيه عده اوراق وتقارير اللي عدتها اللجان المتفرعه عن اللجنه التنظيميه، وهي اولا لجنه القوانين والانظمه، كاين اللجنه ديال الخط السياسي او الادبي ديال الحزب، كاين اللجنه ديال اللوجيستيك والماليه، وكاين اللجنه ديال التنظيمات الحزبيه، وكاين اللجنه كذلك ديال الترشيحات. فهاد اللجان كلها اجتمعت بواحد الصفه زعما تقريبا يوميه في هاد شهرين او ثلاث شهور، منذ ان صادق الجيش الوطني في 1 يوليوز على التركيبه ديال هاد اللجنه التنظيميه، واللي عهد لها باش نعدوا الاوراق والتقارير الاساسيه اللي تناقشت داخل هاد اللجان اللي قلت لكم. هاد اللجان اللي كتالف من كافه اعضاء المكتب السياسي، وكذلك تفتحت على بعض الفعاليات الجهويه، بعض مناضلات ومناضلين اللي كينتميو للحزب، تم التطعيم ديال هاد اللجان بهاد الفعاليات، وتمت مناقشه ديال جميع هاد الاوراق ديال الحزب، وتناقشوا فيها نقاش مستفيد، نقاش بناء، وتم التوافق عليها. واليوم غي رفعوها المؤتمر الوطني باش يصادق عليها. لا اذكر بالضبط، ولكن عده ترشيحات، لانه كاين ترشيحات للمكتب السياسي، عضويه المكتب السياسي اللي فاقت ربما 50، تقريبا 50 ديال المناضلين. وكاين ترشيحات الامانه العامه، وكاين ترشيحات كذلك للمجلس الوطني، لانه هاد الهياكل ديال الحزب ان شاء الله حنا بغينا باش نصوتوا عليها كامله، باش نتفقوا عليها، لانه كما قلت لكم الاشتغال ديال اللجان كاملين، وحتى التدخلات، لانه كانت عندنا واحد المنصه ديال التواصل مفتوحه على جميع المناضلات والمناضلين في ربوع المملكه، لا في الجهات وفي الاقاليم ولا في الجماعات الترابيه، باش يغنيوا النقاش، وكنا كنستمعوا عليهم، رغم على انه هذه الفتره اللي دازت كانت فتره ديال العطل، فالاجتماعات كانت عندنا ماراطونيه طيله هاد الشهرين، باش يكون هناك توافق، باش يكون هناك تقريب وجهات النظر في عده قضايا، باش نكون عندنا واحد النوع ديال الملائمه مثلا ما بين القانون ديال الاحزاب والقانون ديال الحزب والتجديد ديالو لما هو اجود واحسن. بقاو محافظين على الشعار ديال المرحوم معطي بوعبيد، اللي هو مطبوع بالجدية وبالاستقامة وبالوطنية الجادة، وشكرا لكم.